خلونا حضراتكم نشوف التقرير المتعلق بتفاصيل حول هذا الحادث. زي ما قلت لحضراتكم، أول أنباء تمت عن هذا الحادث كانت في الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة. هذا الحادث استهدف مسجدا للصوفية. هذا المسجد واستهدافه ليس جديدا عن نهج العلاقة العدائية التي بدأت منذ فترة في تفكير هذه الجماعات الإرهابية لتشكل فصلا من الصراع ما بين داعش والصوفية. تفجير إرهابي بمحيط مسجد تبعه إطلاق مكثف للنيران على المصلين الذين هرعوا للخارج، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 200 مدني وإصابة ما يزيد عن 100 آخرين. بالتزامن مع انتهاء شعائر صلاة الجمعة، نفذ إرهابيون مخططا جديدا استهدف مسجد الروضة بمدينة بئر العبد. ويرى متخصصون أن الحادث يعود لاستهداف الصوفيين من قبل الجماعات الإرهابية، حيث توعد تنظيم داعش الإرهابي في ديسمبر 2016 بقتل كل أبناء الطرق الصوفية، كما أعلنوا بعد ذلك خطف وقتل عدد من الصوفيين. ويعد مسجد الروضة أحد مساجد الطرق الصوفية، حيث شهد في أكتوبر 2014 تشيع جنازة شيخ الطريقة الجريرية الأحمدية المتصوفة الشيخ منصور عيد أبو جرير، ما يشير لمكانة المسجد لدى أتباع الطرق الصوفية. في تسعينيات القرن الماضي بدأ التضييق على الصوفيين من قبل جماعات السلفية التي تطورت بعد ذلك لتنضم للتنظيمات المسلحة، حيث اعتبرت تلك الجماعات أن الصوفية تمثل منصات وقواعد للشرك بالله، بينما رأى الصوفيون أن التيار السلفي يمثل أدوات غربية لتفكيك المجتمع السيناوي. وعلى الرغم من اعتياد المجتمع السيناوي على تعدد الأضرحة وتناثر قبور الأولياء، إلا أن دعوات انتشرت من جماعات متطرفة عقب ثورة 25 من يناير بهدم جميع الأضرحة وخاصة في شمال سيناء، كما فجر متطرفون مقامات الشيخ زويد وحميد أبو جرير وسليم شريف أبو جرير، بالإضافة لذبح الشيخ سليمان أبو حراز الذي يعد أكبر مشايخ الطرق الصوفية بشمال سيناء قبل عام، على يد أحد التنظيمات الإرهابية بعد اختطافه من منزله، ليبدأ منذ ذلك الحين مرحلة جديدة من استهداف الصوفيين على يد الإرهاب. وهنروح للشيخ محمد سعد العش مدير الأوقاف بمحافظة شمال سيناء. أهلا بك. أهلا بحضرتك، ربنا يبارك في عمرك. أنا أسفة أبقيت حضرتك على الهاتف لفترة طويلة، لكن حاجة يعني تعلم المتابعة الإخبارية لهذا الحادث، بعتذر. أعصاب، لا ولا يهمك، أعصابنا بس مشدودة من اللي حصل. والله الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. يعني حركة العداء الواضحة لدى تنظيم داعش ولدى هذه الجماعات الإرهابية منذ فترة ضد الصوفية، ويعني قتلوا بوحشية شديدة زعيما صوفيا في مشهد شهير تباهوا به وقاموا بتصويره، هل كان يعني أن هناك حلقات قادمة من هذا الصراع؟ والله حضرتك اللي حصل النهاردة كان يفوق الوصف وفوق الخيال. أنا كنت بفتتح مسجد في مدينة رمانة، بصلي في هناك، وبعد الانتهاء من الصلاة على طول جالي التليفون، فانشغلنا باللي حصل وطلعنا على طول. قالوا في مصابين في مستشفى بئر العبد، رحنا مستشفى بئر العبد وبحثنا عن الإمام، تضاربت الأقوال حوالين منه، واكتشفنا من حوالي نص ساعة عن الإمام بخير والحمد لله رب العالمين. هو كان معنا الآن على الهاتف. ايوه انا سمعت حضرتك وانا تواصلت معاه، ومكتب معالي الوزير تواصل معاه، وكان بيرد الاطمئنان عليه من بدري، وبيتصلوا معانا اتصال مباشر من ساعه الحادث في غرفه عمليات بالوزاره ان شاء الله، قضيه رئيس القطاع ومكتب معالي الدكتور الوزير، واحنا هنا تحركنا على المستويات بالنسبه لمستشفى بئر العبد، ورحت المسجد، وكان المنظر يعني سبحان الله يفوق الوصف والخيال الكامل. يعني هل يمكن ان تصف لنا المشهد؟ المشهد، احنا رحنا، وصلت انا المستشفى، كان في عشرات من الالاف من الاهالي عند مستشفى بئر العبد، وكان في تزاحم شديد من الناس هناك كتير جدا على المكان. وصلنا المستشفى وبدانا نشوف المصابين، لقينا في احتياج للدم، بدانا نحس الناس والائمه واخواننا كلك على التبرع بالدم، وكانت الاسعاف والشرطه والجيش، وكانت كل الناس متواجده في كل الاماكن. فلما سالنا عن الامام تضربت الاقوال حوالين منه، رحنا المسجد، لقيت
يعني عدد من الجثث يفوق الخيال، يزيد عن 100 جثة في المسجد، غير اللي كان تم نقله بالإسعافات واللي تم نقله المستشفيات ما بين القاهرة وما بين الإسماعيلية وما بين مستشفى بئر العبد وما بين مستشفى العريش. فلما ما توصلناش للإمام في المستشفيات دي، قالوا ممكن يكون موجود في العريش، انتقلت لمستشفى العريش ورحنا شفنا المصابين اللي هناك وانتقلنا وشفنا الناس وما لقيناش الإمام. بدأنا نبحث عليه عن طرق الاتصالات بإخواننا والزملاء كلهم لغاية ما توصلنا إليه، بفضل الله اتصلت عليه واطمئنت عليه وعرفت. وهو كان معنا أيضا. أنا بشكر أيوه حضرتك الشيخ محمد سعد العش مدير الأوقاف بشمال سيناء، وهينضم إلينا هاتفيا.